وفي نشرة سابقة أكد سعادة السيد صباح الدوسري عضو مجلس الشورى أن الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيناقش العديد من المواضيع الخاصة بالشأن الخليجي. سوف يتم مناقشة عدة مواضيع، يعني على سبيل المثال الحصر، أولا التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون والخليج العربي، ثانيا أهمية البحث العلمي والابتكار ودوره في دعم المشاريع التنموية لتحقيق مزيد من التقدم والتي ينشدها كل دول مجلس التعاون. نعم. من أجل التنمية المستدامة. ثالثا التشريعات الطارئة للحد من أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي عانت الكثير من هذه الجائحة، وسوف يتم اختيار أحدهم ليكون موضوع الخليج المشترك لعام 2021. وكذلك هناك مقترح تشكيل لجنة تعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والبرلمان الأوروبي للاستفادة من التجارب الناجحة التي لديهم.